اتحاد عام الشؤون واتحاد الصناعه والتجاره والهيئه الوطنيه للمحامين والرابط الوطني للدفاع عن حقوق الانسان قدموا مبادره ناقشوها في هيكلها واتصلوا بنا، اتصلوا بجبهه الانقاذ وصار نقاش وطلبوا منا باش نتبناو المبادره هذه على اساس وانه ثم مسعى من جهتهم باش يقربوا وجهات النظر ما بين الفرقاء السياسيين. بعد ما ناقشنا في جبهه الانقاذ قبلنا بالمبادره هذه، قبلنا بها كحد ادنى لحل الازمه، وقبلنا بها كحد ادنى لحل الازمه لان بالحق حب الازمه تحل، وقدمنا تنازلات مراعاة المصلحة نتاع البلاد والمصلحة معناها نتاع الشعب معناها التونسي. الجبهة الشعبية وجبهة الإنقاذ وقتها كان ردهم وأن في نهاية الأمر بعد أسابيع من المفاوضات والاتصالات باش يقع فيها تحضير الحوار الوطني. هذا الحوار مازال ما بداش. أش يجينا؟ تمخض الجبل فولد فأرا وحتى فأر مين مش حتى حين. فهمتني؟ ما يصلح شيء. باش يجوا في الاخر بكل بعد الوقت هذا الكل يقولوا راهو ماناش قابلين. في الوقت هذاك فك الاسابيع هذيك ايش قاعد صاير؟ والازمه قاعده تحتد. القمع تواصل. قمع تاع الاعلاميين، قمع تاع مبدعين، اعتقالات، حتى الناس في الحبس. تهديدات. حاجة ثانية تعيينات. قريت النهارين من بعد اغتيال الشهيد محمد ابراهيمي ثم تقريبا 350 تعيين جديد. هذا قبل باربع ولا خمس ايام ربما راهم زادوا النهارين هذا. علاش الزربة في التعيينات هذه؟ هكاك علاش قاعدين يزربوا قاعدين يعينوا في كل المستويات؟ هذا ظاهر وانهم يحبوا يربحوا الوقت. باش قبل ما تجي حكومة الانتخابات حكومة التقنية تكون الماكينة حاضرة بالبدا ويكونوا هما شادينها. نحن اليوم الشيء اللي نحب نأكدوا عليه هو أنه الجبهة الشعبية وجبهة الإنقاذ ما عندهم حتى أي مسؤولية في فشل المشاورات هذه. هذه رسالة نحبوها تكون واضحة بما فيها للمنظمات اللي اشرفت على هالمفاوضات هذه. احنا تطلب منا باش نتبناو المبادره نتاع الرباعي. تبنيناها بتفاصيلها، شو مطلوب منا اكثر؟ تبنيناها من غير حتى تحفظ، شو مطلوب منا اكثر؟ طرف المقابل ما قبلهاش لا اجمالا ولا تفصيلا. ده نحب نقوله بان ثم مسؤوليه واضحه على الفشل، وهذا الراي العام لازم يعرف. قدام الوضعيه هذه شو ما تروح علينا؟ باش نبقاو كد في ايدينا؟ شوفوا بلادنا ماشي وتنهار؟ نستناو للي النهضه ترضى؟ هذا مش مطروح علينا. لان اي وقت نجم تربحوا ترويكا مش يكون وقت ضايع على البلاد وعلى الشعب معناها التونسي. هذاك علاش؟ نهار السبت الفات قررنا وان سنصعد نضالاتنا معناها السلمية. مش نمشوا لقدام. وقع اعلان بعض التحركات اللي هي تندرج ضمنها دعم اعتصام باردو، انه مش يصير اعتصام رمزي في القصبة. هذا ما الحوايج اللي تلزم جبهة الانقاذ، وان سنقوم على قريب بتحركات في كذلك جهات من البلاد.